اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا
السلام يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وسيدنا ومولانا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك يا ذا القوة التي لا تظلم يا ذا العزة التي لا تظهر نسألك يا ربنا أن تذل أعداءك وأعداء دينك اللهم عليك بالقضاة المعتدين اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم رمّوا النساء وقتلوا الشيوخ اللهم إنهم يبتغوا الأطفال اللهم إنهم هدموا المساجد وقتلوا الراكع والساجد اللهم عليك بالظالمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بمن طغى وتجبر وعاد في الأرض فسادا اللهم ارحم ضعف إخواننا المستضعفين من لهم إلا أنت لا راحم لهم سواك ولا رب لهم إلا يا ناصر المستضعفين يا إله الأولين والآخرين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب إلهنا لقد حضر الأمر واشتد الخط وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المسلمين اللهم لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتوالت عليهم النكبات يا ناصر المستضعفين اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم
يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا بنا هذا المسجد المبارك.